شو بيعرفني؟ يعني انت اخي تطلع عندك بالارشيف شو بتلاقي؟ صور مثلا شلالات مي، عصافير، ايه او زهور او طيب ماشي الحال. يعني حريشة هلا انا بدي عمك شلتها. طيب ماشي اهلين مع السلامة. ادخل. بونجور استاذ. اهلين سمر، كيفك اليوم؟ الحمد لله. صحيح بدي اسألك شو صار بالتقرير تبع المحافظات؟ عم يصححه الاستاذ رضوان، بس الاستاذ اللي ما طلب مننا نصور بقى نبعت له ابو عبده ولا نخليه يجي مصور من برا؟ ابعتي له ابو عبده ما في مانع. بس ابو عبده عنده مهمه بوزاره الخارجيه هلا. شي؟ حيرتيني سمار، مو انت هلا كنت عم تقترحي ابو عبده؟ ايه صحيح استاذ، بس قصدي نبعت له ابو عبده بس يخلص من وزاره الخارجيه. ماشي الحال بعتي. بدك شيء ثاني استاذ؟ لا سلامتك. بس قبل ما تروحي بطريقك خدي هالقبارة وسلميها للأرشيف. أوكي. تسلموا. صباح خير أستاذ. أهلين عماد أهلين. هات لنشوف شو جايب لنا اليوم. يا سيدي جايب لك خبرين حلوين. هات لنشوف. سقوط سكران في حفرة هاتف. ولك يا بني آدم هذا خبر بشد القراء. ها إيه الله لا يقيم الشدة عن قلبه. سيدي بقي بالحفرة يومين وما حدا حس عليه. ويبقى انفجار منطاد في الصين. ولك يا بني آدم بدي خبر يشد انتباه القراء ويرفع مبيعات الجريدة، لأنه إذا ما حققنا هالشي جريدتنا رح تضل يا للف الكنادر يا لمسح البلور وبس. طيب من وين الواحد بده يجيب أخبار؟ والله شي بحير يا أستاذ. هاي شغلتك بقى عماد مو شغلتي. بقى الله يرضى عليك هز لي كتافك وجيب لي اخبار بتهم الناس. الله وكيلك يا نجاح، كل ما جبت خبر لرئيس التحرير بيرفضه، لا وفوق منا باكل بهدله كمان. بقى شو بدي اجيب له لجيب له؟ ولك اخ يا ريتني طليت بصفحك الاسره، كان افضل لي واريح لي. طيب وليش ما خلوك فيها؟ قال هي لازم تحررها مرأة مو رجال وسلموها للآنسة زهرة. لا والمخلوقة مطلع من 6 سنين وترك أولادها وما بتعرف تطبخ صحن مجدرة. المهم هلا نجاح ما حواليك شي خبر هيك يعني من رفقاتك من الجيران من هون من هون بفش القلب؟ مبلا، جارة اختي سهيلة جابت 3 بنات قام جوزها من جكر وتركها وراح حرد عند أهله. ولك يا نجاح افهمي علي مشان الله، انا بدي خبر يشد القراء ويرفع مبيعات جريدتنا. طيب بنت السكري طلعت بعرسها لابسه جينز فوق منه الطرحه، قال شو جاكرت من الخياط لانه ما لحق لبدله العرس، ومو بس هيك ضربته بالتليفون على راسه. هلا ما عندي غير هالاخبار السخيفه. يا ربي انت قلت لي بدك اخبار. انا قلت لك بدي اخبار محرزه. شو يعني بدك الجريده تتراجع مبيعاتها وتصير لمسح البلور لف الكنادر؟ والله لا تاخذني، هاي الاخبار اللي عندي. لوين قايمه؟ لوين لوين يعني؟ على المطبخ عندي شغل. للاشتباه في ضلوعهم. بعد هذه المرحلة من السير طلب قبطان باخرة الأغنام النيوزيلندية إذنا بالوقوف. هذا وقد رفضت السلطات المختصة والمسؤولة في مملكة هاي ماونتن استلام باخرة الأغنام أو السماح لها بالرسو في مينائها، وما تزال الباخرة واقفة في عرض البحر حتى الآن وتتلاعب بباخرة الأغنام الأمواج والرياح. وعلم من مصادر موثوقة أن سلطات مملكة هاي ماونتن قد رفضت استلام الأغنام بسبب إصابتها بداء الجرب بنسبة مرتفعة. وقد أفاد شهود عيان مروا قرب الباخرة المنكوبة بأنهم سمعوا ثغاء الأغنام المسكينة. لك شو سويتي انت؟ فهميني يا ربي شو سويتي؟ وين طيرتي الخواريف؟ هاي الخواريف؟ قصدي خبر باخرة الخواريف الجرباني. شو بيعرفني؟ ليكوا على هالسؤال. تعالي شوف، تعالي شوف وين كانت الابره؟ من امتلأت من شق الكل.
هون ولا هون؟ يمكن هون. لحظة. الأغنام التي في الباخرة مكتوبة بأربعين ألف رأس، وقد كانت الباخرة قد غادرت نيوزيلندا منذ خمسة أسابيع في رحلة نحو مملكة الهاي ماونتن، ولم يدر في خلد أحد أن مأساة مريعة بانتظارها. هيك ها؟ هذا خبر محرز وبيفش القلب وبيجذب القراء، مو مثل خبر المنطاد ولا السكران. شو بتقترحوا يكون العنوان أستاذ؟ باخرة الخراف ضائعة في عرض البحر. لا 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 ما حبيته. عنوان أول شيء طويل كتير بعدين كلاسيكي صاير. شو رأيك نقول مأساة الخراف الجرباني؟ ولا لا 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 ما حلو. مو حلو يعني الكلام. طيب شو رأيك أستاذ تقيمه الجرباني؟ أيه؟ تقول مثلا مأساة الخراف فقط. مأساة الخراف؟ إيه؟ وليكن حبيته. خلاص. معناتها رح يكون عنوان الحلقات العام مأساة الخراف. بس تعرف شو بدي منك يا عماد؟ بدي منك ترصد لي حركة الخواريف أول بأول وما تخليها تغيب عن ذهنك أبداً أبداً، لأنه هيك أخبار عالمية بتشد القارئ كتير كتير. حاضر أستاذ. ألو إسماعيل، يعطيك العافية. ليك بدي منك تنزل فوراً على الأرشيف تشوف لي شو في عنا صور غنم وخوري فوتيوس، تشلعهم وتيجي لعندي فوراً. مع السلامة. لك شو قصتك انتي؟ شو قصتي؟ هذا اللي بأمن فيكي؟ خير شو في؟ قال شو في قال؟ أنا ما وصلتك تديري بالك على محطات وتلحقي لي خبر باخرة الخواريف وتعرفي لي شو صار فيها؟ والله يا عماد داخلي صرت سمعاني أكثر من 30 نشرة أخبار وشي 40 تعليق سياسي، ما حدا جاب سيرة خواريفك. طيب أنتِ على شو كنتِ عم تتسمعين؟ على هي. على هاي المحطة. يعني ما لقيتي تسمعي غير هالمحطة؟ ولك هالمحطة إذا خربت الدنيا كلها ما بتجيب سيرة لحدا، ما عندها إلا تعليقات سياسية سخيفة مثل مي سخنة، لا لنكهة ولا لطعمة، وحالفة يمين ما تزيع خبر إلا يكون بايت ومضى على إذاعته من محطات العالم أكثر من يومين أو ثلاثة على القليلة، وفوق هالشي بتشرب مواقفها من مواقف الإذاعات الثانية. هلا انت عرفتها لهي المحطة؟ عرفتها؟ طبعا عرفتها. قال عرفتها قال. الخراف قد غادرت المياه الإقليمية لمملكة الهاي ماونتن متجهة نحو خط الاستواء دون أن يصرح ربان الباخرة عن وجهته الحقيقية، وما تزال الأخبار متضاربة حول هذا الموضوع. هلا أنت متأكد إنه الباخرة متجهة باتجاه خط الاستواء؟ طبعا أستاذ متأكد، سمعت الخبر بإذني، وإذا بتحبوا تتأكدوا أكثر سألوا وكالة الأنباء. لا لا ما بدنا نسأل لأنه عم ياخذوا منا بالدولار والشغلة مو كتير محرزة. اسمعي يا عماد شو راح يكون العنوان الفرعي للحلقة. الخراف تتجه باتجاه خط الاستواء دون إبطاء، شو رأيك؟ حلو كتير. أو قبطان الخراف يرفض التصريح عن سيره الصحيح، كمان حلو. بتصدق يا عماد إنه مبيعات الجريدة زادت 4% بهاليومين هدول؟ على كل يعطيك ألف عافية وخليك عم تتابع لي موضوع الخراف وما يغفل عن بالك ولا لحظة واحدة. حاضر أستاذ. مرحبا. أهلين عماد. دخلك سمعتي لي شي خبر عن الخواريف اليوم؟ من شان الله عماد لا تديلي خلاقي بصة خواريفك الجرباني، أنا ماني فاضي أسمع نشرات الأخبار على الطلعة والنازلة. يعني اخبار الطبخ والنفخ احسن؟ لكن معقوله انا المحبوسه طول النهار بالبيت جبت لك اخبار؟ ليش ما بتروح لعند شي لحام وبتساله؟ بدك اني اسال اللحام عن الاخبار؟
لكان مين بهم اخبار الخواريف غير اللحامين؟ والله جبتيها. وينك؟ لكن بكره راح امرق نح ابو عامر اللحام تبعنا واساله. امرق. طبعا سمعت عنا استاذ، شلون ما سمعنا؟ ومنين سمعنا؟ معلمي ارنستو هو اللي بيوري الخواريف للمستر، وهو اللي حكى لي عنا. قال صار فطسان اكثر من 2000 خروف يا خطيب. الظاهر شوف كثير هنيك استاذ، ما هي؟ وين قصدك؟ هذا محل ما بيقولوا خط الاستواء. ايه مزبوط، شوف كثير هنيك. يا حوينتهم. ويا ترى حكى لك وين راحت الباخره هلا؟ والله على هو ما فهمت، قال راحت ناح راس ابو رجاء الصالح. اصلك راس الرجاء الصالح مو ابو رجاء. مزبوط، هذا هو، انت عيني. شمس الاستواء تشوي 2000 خروف وخروف. شلوني معك؟ قالوا نعم. اهلا وسهلا، رئيس تحرير معك. لا 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 ولا يهمك، نحن ما اغفلنا موضوع الخواريف ابدا. طبعا طب جريدتنا عم تغطي الحدث ساعه بساعه. نحن دائما بخدمه القراء من حيث انتقاء الخبر الطازج والمفيد، وخاصه الاخبار العالميه. هذا هدفنا، نحن هدفنا دائما اسعاد القارئ. تكرم عينك. التجديد على كلنا على التحويلة 107 اذا بدك تجدد اشتراكك. اهلين وسهلين. اهلين، بارك الله فيك، مع السلامة. مع السلامة. تاري يا عماد، الناس تهتم بالاخبار العالمية اكثر من العربية. ايه طبعا استاذ، لانه الاخبار العربية ما فيها غير استقبل وودع وهنأ واستنكر وحذر وشجب وابدى قلقه لما يدور في المنطقة، ومن هالكلام هذا. إذا بدي منك هلا تهتم لي بموضوع الباخرة كتير وتنوع مصادرك. بدي ما تغيب الباخرة عن نظرنا ولا لحظة واحدة. حاضر استاذ، على عيني وراسي. لا مو بس هيك، قال الناس بجنوب افريقيا طلعت مظاهرات محتجين على اقتراب الباخرة من الميناء. صحيح، وقال ما سمحوا ولا لخروف واحد يسلحف وينزل من الباخرة، قال مناص والجرب، الجربانين بما فيه الكفاية. وحتى القبطان والبحارة ما خلوهم ينزلوا. وقال إذا بدهم أكل بيطالعونهم اللي عندهم هن والخواريف بس ما ينزلوا. طبعاً، لأنه هيك فسحة ما بصير بنوم. لسبب أصغر مني هيك بكتير، وزير الزراعة هونيك قدم استقالته. صحيح، وكان البل رح يوصل لرئيس وزراء كمان. مثل عنا فرد شكل. ويا ترى وين أراضي الباخرة هلا؟ عم يقول اتجهت ناحية أمريكا الجنوبية. هات شاي يا ولد. لو قال بعد ما خسر منتخبنا مع الإمارات 3-1 أحطوا له للمدرب البولوني وحطوا نزار محروس بداله. لك سيدي نزار أحسن. طبعاً أحسن. برافو عليك يا عماد، أخبارك كتير حلوة. مشان هيك رح يكون المانشيت بكرة الخراف الجرباء تتسبب في إسقاط الوزارة. فعلاً عنوان ملفت يا أستاذ ساطع. بتصدق يا عماد إنه مبارح ما رجعنا ولا عدد، كلهم باع. بقى بدي منك تلاحق لي اخبار الباخره اول باول مشان نضل نزود القراء بالاخبار المثيره والمشوقه. معلمي ابو مستو قال لي امبارح انه الاقمار الصناعيه رصدت الخواريف وهي عم تمرق من المحيط الاطلسي. وقال كمان انه اجهزه المراقبه لقطت مخابره بين القبطان نيوزيلندا عم يقترح القبطان فيها انه يرمي خواريف بالبحر حتى يتخلصوا منه. يا حوينته. هذا وقد حماية البيئة وحماية البحار في العالم احتجت بشدة وطلبت بحزم من قبطان باخرة الخراف النيوزيلندية عدم رمي الخراف في مياه المحيط، وإلا تعرض للغرامة والمحاكمة. ومن جهة أخرى فقد غادرت الباخرة شواطئ البرازيل إلى جهة مجهولة ولم تعرف جهة هذا التوجه حتى الآن. حبيبي الله يرضى عليك. بعد الفاصل. بعت لي كيس الرز على البيت. الله يرحمه. يا أخي ما بيصير الراديو يكون هو مصدر أخبارك الوحيد. الناس هلكتنا تليفونات وفاكسات وكله بده يعرف شو صار بالباخرة. وهذا إن دل على شيء بدل على ثقة الناس بجريدتنا. الناس عم تتابع أكثر من الراديو والتلفزيون. بالله يخليك. انزل بين الناس وشوف لي شو في عنده معلومات. أحياناً بيكون عندهم معلومات نحن كتير صعب نحصل عليها. صدقني يا استاذ عم ببذل جهدي، يعني ما خليت محطه الا وسمعتها، ما خليت صفحه انترنت الا وقلبتها، وعم بسال هون وهون وما حدا عم يعرف. لكن شو صار بالباخره؟ وين اختفى؟ العمى، هي باخره فيها 38 الف راس غنم، مو ضحكه لعبه. عن اذنك. الو نعم.
أهلين وسهلين. لا لا نحن متابعين الموضوع تمام، أول ما بيوصلنا أي خبر فورا رح ننشره. إيه طبعا طبعا عم يراقبوها، عم يراقبوها بالأقمار الصناعية معلوم. إيه تكرم عينك، على عيني وراسي. شكرا شكرا، مع السلامة. هذا مراسل مجلة شمس القصير عم يتصل بده معلومات من عنا، لأنه جريدتنا فعلا لها مصداقية عالية. الله يخليك، بدي منك تبذل لي جهد كبير وتجيب لي معلومات جديدة. خلص أستاذ، تكرم عينك، على راسي وعيني. صحيح يا عماد نحن منزود الناس بالأخبار، بس أحياناً الناس بتكون مصدر أخبار جيد إلنا. والله يا أستاذ أنا مثلي مثلك، ما بعرف شي عن باخرة الخواريف، أصلاً أنا ما كتير بهتم بالأخبار العالمية. طيب ومعلمك أبو مستو؟ والله ما بعرف، أبو مستو مسافر من 10 أيام. لوين من غير شر؟ صدقني ما بعرف، علمي علما. طيب ماشي حالي، يعطيك العافية. أهلين وسهلين أستاذ، أهلين وسهلين، الله معك. أهلين أهلين مهند، أهلين وسهلين. هبي يا الله راك جاب الحدفي. وقعت يا حلو. خير استاذ في شيء؟ لا ابدا سلامتك. بس اسف برا مقطوع عن لعبكم. عم اقول لحالي يا ترى شو صار بباخره الخواريف الاجنبيه؟ حاكم هالقهوه ما فيها تلفزيون. عم بيقولوا غرقي. لو شو عم تساوي لا تمسك زهر اللعبه. يا اخي العاب بقى وخلصني، بتضطر لي قلبي. لحنا طول بالك شوي، بجوز انزل على الخالي. مور استاذ في شي؟ لا عفوا سلامتك، بس عم قول لحالي يا ترى شو صار بباخرة الخواريف الأجنبية؟ ما عاد سمعت أخبارك. الباخرة غرقت بل بالبحر. لك يا استاذ والله دوختني، اعتمد وين بدك تقعد وانا بخدمك بعيوني. عدم مؤاخذة دخيلك، بس تسلم لي بدي اسألك سؤال. يا ترى بتعرف لي شيء عن باخرة الخواريف الجرباني؟ لا والله، بس عم يقولوا انخطفت. شو استاذ وين اعتمد التقعد؟ هنيك. يلا. لا نعرف الدوافع ولا نعرف الاسباب، ولكننا نذكر مرة أخرى بما قلناه سابقاً. By the end of the Cold War, a Trident missile could. avec pour débuter le ouf de. واعتبره عملاً مدبراً، مؤكداً أنه لا توجد بعد معلومات محددة حول الفاعلين وحول الهدف من الاعتداء الذي قتل 11 شخصاً وخلف 57 جريحاً. شو؟ ما بدك تعدي معي؟ وزير الخارجية الأمريكي. بس ما بتسألني بلوب عن باخرة الخواريف ها؟ فظاعة. أنت هالخبر ليش مسيطر على عقلك؟ ماني عرفاني. شو ليش؟ لأنه الزاوية اللي أنا مسؤول عنها بتتعلق بالأخبار العالمية المثيرة، والناس ملت من الأخبار السياسية، صار بدها أخبار نادرة. يعني قليل غرق السفينة تايتانيك، شو عمل ضجة بالعالم؟ ها؟ هلا عم تشبه باخرة الخواريف بالتايتانيك؟ مو مسألة عم شبه، بس يلي بقصده انه الناس بتهتم بالخبر المثير ولو حدث في الصين. مثل ما بدك، بس لا تعملني وكالة الأخبار تبعك، أنا مالي علاقة، دور لحالك. ماشي الحال، أنا بدور. قال خلال اشتباك وتبادل لإطلاق النار بين القوات الأمريكية وأفراد من المقاومة العراقية في منطقة الكرادة ببغداد، وردت القوات الأمريكية. ما بدك تنام يعني؟ صارت الساعه 2:30 بعد نص الليل، خلصنا بقى. طولي بالك علي شوي، طولي بالك. اللهم جيبك يا طولة البال. اخ لو اعرف وين اختفت هالباخره. يعني معقوله يعتموا على اخبارها فجاه؟ ايشو هي، صدام ولا الصحاف؟ يا استاذ صار على شو بدك تزعل مني؟ يعني اذا الاخبار الصناعيه ما خلص خلص ولا يهمك، انا بتابع هذا الموضوع بنفسي على الانترنت. شو هذا ابو طريق؟ من وين هذا الخاروف؟ سيدي اشتريته من سياره واقفه فوق. يا بلاش ب 1000 ليره بس. روحوا لحقوا حالكم اشتروا. سيدي في 10 موظفين عم يشتروا كمان. سبعاني سيدي سبعاني، لا تخافوا سيدي، قربوا قربوا فحصوه. قربوا سيدي قربوا، لا تخافوا. لك لا تخافوا، ما بينطق، هذا خاروف نيوزيلندي. نيوزيلندي؟ اي نعم، ولحمه طيب كثير. ليكون مريض لك يا ابو طريف؟ اعوذ بالله.
ليك بأحلام. بعدين بياع شريع عن طريق بوستو ورجانا شهادة صحية موقعة من 20 دكتور بيطري، وقال إذا بيصرفكم شيء أنا المسؤول. خطي أستاذ، خلي الفقرة ياكلوا، اشتري لك شي واحد أستاذ. لا 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 شكرا. وأنت أستاذ اشتري لك شي واحد قبل ما ينفي. أبو طريف جر خروفك وطلع بسرعة. أمرك أستاذ أمرك. سيدي عفوا، شو اعتمدتم مشان الخواريف الضايعة؟ رح تتابعوا الموضوع بنفسكم؟ يخرب بيتك، شو تابع الموضوع بنفسي؟ خلص بقى قفل على الموضوع.